مجددا تعود المواجهات إلى الجوف، حيث تشهد المحافظة اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا في جبهات عدة. ففي الجبهة الغربية من المحافظة وتحديدا في مناطق الحمراء والصبرين التابعة لمديرية خب والشعب كبرى مديرية المحافظة، صد الجيش الوطني هجوما للميليشيا في تلك المواقع ملحقا بها الكثير من الخسائر في العتاد والأرواح. المواجهات امتدت إلى مديرية المتون، حيث جددت قوات الجيش الوطني قصفها المدفعي على مواقع الميليشيا في المديرية. إلى ذلك شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع الميليشيا في منطقة حام والمرصف، حيث استهدفت الغارات مخازن أسلحة مدمرة في الوقت ذاته عددا من العربات والأطقم العسكرية التابعة للميليشيا. وتشهد محافظة الجوف اشتباكات متقطعة من وقت إلى آخر تسعى من خلالها الميليشيا لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها. ويعد السباق في هذه المحافظة مكسبا عسكريا وانتصارا له تبعات على كافة جبهات القتال، الأمر الذي قد يسهم في تسارع المعركة لطرق أبواب عمران والعاصمة صنعاء.